متواجد في معسكر مع نادي وادي دجلة في العين السخنة، مستني ميعاد سفري. كنت منتظر ميعاد سفري، بيخلصوا إجراءات السفر وكده وتصريح السفر وكده. فجالي تليفون، يعني كلمني كابتن سيد عبد الحفيظ ودكتور عصام، بيسألوني هل عندك رغبة يعني انت تبقى متواجد معانا؟ فطبعا من غير اي تردد ومن غير اي تفكير قلت لهم ما عنديش اي مشكلة طبعا. فبيسألوني بقى، فقلت لهم انا عارف اصلا النادي الاهلي وانا متربي فيه من زمان وعارف النظام ماشي ازاي. فهو انا قلت ماشي، فانا عارف الدنيا هتمشي ازاي والاجراءات ماشيه ازاي. فعلى طول كان في اتصال مع الوكلاء، يعني اسلام الملاح، كابتن اسلام الملاح وكابتن احمد يحيى والدكتور محمود طاهر كلم مستر ماجد سامي. وعلى طول انا ما حسيتش باي حاجه، يومين ثلاثه فجاه لقيتهم بيكلموني. انت عارف الناس عرفت منين؟ من صفحه وادي دجله. دي حقيقة فعلا. يعني ما طلعش خبر من داخل. أنا نفسي عرفت، أنا نفسي عرفت من الصفحة برضه. يعني أنا ما حسيتش بأي حاجة خالص يومين ثلاثة. سبحان الله. يومين ثلاثة ولقيت كل حاجة خلصت. ولقيت مستر ماجد بيبعت لي وأنا في المعسكر بيقول لي انزل خد شنطتك وانزل وبكرة تروح تقعد مع النادي الأهلي. فكنت فرحان جدا طبعا إن الأمور مشيت والحمد لله كل حاجة خلصت يعني. طيب هرجع للنقطة دي، بس معانا أحد أصدقائك.